مساء الخيرات على حضراتكم. مساء الوعي الحقيقي بمرحلة صعبة محتاجة ثبات قلب وفهم عقل. فجأة ترجع حتة من أرض بلادي تتصدر المشهد، حتة من أرض بلادي في صور الأخبار بره مصر وجوه مصر. النوبة طيبين اللي بجد هي حتة من سماحة النيل وهدوء سريانه. الأخبار بتقول لك إنه في إطار الاستثمار في مشروع 1.5 مليون فدان، قررت الحكومة المصرية طرح أراضي في خور قندي وتوشكا للاستثمار. لكن بعض من أهل النوبة قرروا يتجهوا للمناطق دي للتعبير عن أحقيتهم الأولى في الحصول على فرص استثمار هناك. اعترضت قوات الأمن طريقهم فمقطعين طرق والسكة الحديد، كمان الحقيقة قطعوها ورفعوا لافتات مكتوب عليها إن الدولة لازم تحترم المادة 236 من دستور 2014. وهنا نقف يا طيبين وأقول لك، ناس كتير ما تعرفش النوبة في مصر لجهلنا بمناطق مهمة في كل أرضنا المصرية. النوبة جزء من أسوان اللي هي جزء من أرض مصر من جدود لجدود. النيل لأهل النوبة حياة، بمعنى اللي راح أسوان ومر على منطقة خزان أسوان هيلاقي جنبها، لو هو جاي من عند كده يعني داخل على أسوان نفسها على المدينة هتبقى على شماله، ولو طالع من بره المدينة هيبقى على يمينه في طريق المطار. المنطقة دي اسمها منطقة غرب سهيل على النيل، واللي لازال فيها جزء من أهالينا من أهالي النوبة. منطقة اتصور فيها فيلم مافيا للفنان أحمد السقا، ما فيهاش خدمات مختلفة على الإطلاق عن أي منطقة ريفية في بلادنا، لكن بالنسبة لأهالينا هي جار النيل وده كفاية. التاريخ بيقول أن سنة 1841 صدر قرار وقت الخلافة العثمانية على العالم العربي بترسيم الحدود الجنوبية لمصر. كمان تم توقيع اتفاقية ثنائية بين مصر وبريطانيا وقت احتلالها لمصر سنة 1899. انتهى الحقيقة الحال بالاتفاقيتين بفصل جنوب مصر عن شمال السودان بعد ما كانوا قطر واحد. فانقسمت بلاد النوبة لقسمين، نوبة مصرية بتمتد من قرية أدندان جنوبا وحتى الشلال شمالا، وواحدة سودانية من جنوب خط عرض 22 يعني جنوب الحدود المصرية. وبرضو التاريخ بيقول لحضرتك ان اهالينا في النوبة في أسوان المصرية ساهموا في الحفاظ على النيل وميته على مدار السنين. كانت المرة الأولى لما قررت الحكومة المصرية سنة 1902 إنشاء سد أسوان اللي حجز وراه فايض مية ارتفع منسوبها ل 106 متر، ده يعني ارتفاع عالي قوي، بشكل اتسبب في غرق 10 قرى نوبية بأراضيها وبيوتها. وقتها طالب أهالينا بالتعويض، وقدرته الحكومة المصرية وقتها بمنطق 1902، وركز معايا حضرتك، بقيمة 80,000 جنيه، وده مبلغ ضخم جدا جدا بتوقيت وقتها مع عدد سكان قليل برضو. لكن مرضيش أهل النوبة بالمبلغ واعترضوا عليه، فصدر قرار الحكومة بنزع ملكية الأراضي من سكان المنطقة للمنفعة العامة في نفس السنة. وتكررت القصة دي بعد كده مرتين، مرة سنة 1912 مع التعلية الأولى لسد أسوان، ومرة تانية سنة 1932 مع التعلية التانية للسد، وغرقت القرى نتيجة ارتفاع منسوب المية في المناطق دي. لكن سنة 1960 ومع قرار إنشاء السد العالي كان على النوبيين في أسوان إنهم يسيبوا مناطق عاشوا فيها علشان عيون السد العالي، مشروع مصر القومي وقتها، وراحوا القرى جديدة في مناطق بعضها كان بيطل على النيل وبعضها التاني كان بعيد عنه، أنشئت فيه مصانع واستوعبت إيد عاملة من ولاد النوبة ومناطق تانية لأصحاب الحرف. وكمان صدرت قوانين لتنظيم أوضاعهم زي قانون 67 لسنة 62 الخاص بنزع ملكية الأراضي اللي هتغمرها مياه السد العالي، وقانون وزاري تاني رقم 106 لسنة 62 كان خاص بتعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة في المناطق الجديدة. وكان في قرار وزاري تاني في سنة 1962 وكان خاص بحصر ممتلكات وتقدير التعويضات الحقيقة ل 16,861 أسرة من حوالين منطقة بحيرة ناصر، أو المنطقة اللي اتسمت بعد كده ببحيرة ناصر، لمناطق جديدة. قامت الحكومة فيها الحقيقة في المناطق الجديدة بعمل مساكن لأهل النوبة بنفس معايير بناهم لبيوتهم، مع تخصيص 30,000 فدان للزراعة تتقسم عليهم. لكن أهل النوبة في أسوان المصرية
زي محافظات كتير عانوا من التهميش على مدار سنين ركزت فيها الحكومات المتوالية على القاهرة واسكندرية ونسيوا الصعيد ومدن القناة وسيناء. محافظات بحري الحقيقة عانت هي كمان من قلة الاهتمام زي كل مصر، لكن النوبة كان ليها خصوصية زيادة زي سيناء كده، يعني زي العين ما هي على سيناء طول الوقت من ناس كتير بره وجوه، برضو العين على النوبة من بره وجوه، واللعب على تمييزها والكلام عن انفصالها ماسخ وقديم ومش جديد، كلام بيندفع فيه فلوس وتمويل من منظمات كتير من بره مصر تحت دعوة بقى حقوق الإنسان، تحت دعوة الأقليات، كلام مستهلك. ويعني الحقيقة أفكر حضراتكم بتصريحات عصام العريان القيادي الإخواني في 2012 اللي قال فيها إن أهل النوبة غزاة لمصر في إشارة لعدم مصريتهم، وتصريح تاني لمرسي يعني اللي تولى الرئاسة في 2012 وقال فيها إن أهل النوبة قال عنهم الجالية النوبية. ده بالمناسبة مش كلام مرسل، ده مش خطأ لغوي، لا ده كان تعبيرات وقتها مقصود بيها خلق أو طرح أفكار تبدر مع الناس بعد كده بتفاصيل تانية، لأن نفس عصام العريان لو حضراتكم تفتكروا كان قال إن من حق اليهود ياخدوا تعويضات في مصر، اليهود المصريين اللي هاجروا لإسرائيل من حقهم ياخدوا تعويضات في مصر عن ممتلكاتهم الموجودة هنا. ده الحقيقة يعني كانت زي وعد حلايب وشلاتين للسودان وسيناء للحمساوية اللي أخدوا 12 ألف بطاقة رقم قومي في عهد مرسي. لكن اللي أنا واثقة منه إن غالبية أهل النوبة في أسوان عارفين ومدركين الكلام ده وبيعلنوها في وش كل متاجر باسمهم إنهم مصريين. أنا زرت النوبة الحقيقة 2008 وقعدت هناك وشفت غرب سهيل والمناطق اللي على النيل وكمان كمون بومنية النصر اللي هي بعيدة اللي هي اتنقلوا لها بعد سنة 60. طيب إيه اللي حصل يوم السبت بقى واستغلوا كتير بجهالة أو تحريض؟ الصورة الكاملة بتقول إن الجزء الأول عندي في أحداث يوم السبت إن الحكومة بوزرائها عندهم مشكلة تواصل مع فئات الشعب بكافة طوائفه مش بس في النوبة، وإن الحكومة اللي صرحت في أعقاب الأزمة إنها بصدد التواصل مع أهل النوبة لدراسة كيفية منحهم الأولوية في الاستثمار كان ممكن تعمل نفس التصرف ونفس الإعلان ونفس التصريح قبل الأزمة مش بعديه. اتصرفت غلط لأنها اعتمدت على سياسة رد الفعل مش الفعل والمبادرة في إطار خريطة الدولة الاستثمارية اللي تم وضعها من فترة وتم الإعلان عنها، بمعنى إن الاستثمار في أسوان وفي كل المحافظات مصر خاضع لخريطة استثمار معروف فيها هنعمل مشروع إيه فين إزاي بعملها شكلها إيه مدربة بإيه. يبقى الناس محتاجة كمان تعرف ده في كل محافظة، ومحتاجين نعرف أهل المحافظة سواء بقى في أسوان سواء في محافظات تانية هيستفيدوا إزاي من المشروع وإيه الاستثمارات اللي هيتم تنفيذها في كل محافظة. طيب هم ممكن يساهموا إزاي علشان نشوف طبيعة اليد العاملة في كل محافظة ونوعيتها وكمان التدريب اللي هي محتاجاه لكل المشاريع الاستثمارية علشان ندرب الناس في المحافظات علشان ما نضطرش اننا ننقل ناس من محافظة لمحافظة او نجيب عمالة اجنبية. محتاجين نشرح للناس ودي مهمة وزراء ومسؤولين ومحافظين ونواب في مجلس النواب. وانت سايق العربية بتبقى محتاج تقول للركاب هما رايحين فين وحياخدوا وقت قد ايه وحجم التعب وطول المشوار علشان الركاب تساعدك وما تزهقش في الرحلة او تنزل في نص السكة او تتقل عليك العربية. الصورة التانية أو الجزء التاني من الصورة بيقول أهالينا في النوبة مصريين ولاد مصر زي كل ولاد مصر اللي تعدادهم وصل النهاردة 92 مليون نسمة سابوا مناطقهم حوالين النيل للمنفعة العامة من سنين. آه لكن ده مش مبرر للإحساس بالمظلومية طول الوقت، وإلا الحقيقة لازم نقف ونتكلم عن أهالينا في مدن القناة اللي تهجروا من فترة العدوان الثلاثي وحرب 67 في كل المحافظات ودفعوا ثمن الحرب في المدن دي، وما سمعناش حد فيهم اتكلم عن تعويض ولا حق عودة رغم ان فيهم ناس ما عرفتش ترجع. كلنا في مصر عايشين في مصر في كل شبر من مصر، فبلاش الإحساس بالخصوصية الزايدة وكأن في عندي أكتر من شعب.
مفيش حاجة اسمها شعب النوبة، في حاجة اسمها شعب مصر. الصورة الكاملة بتقول لأهالينا في النوبة المادة 236، وعلى الرغم من إنها خصت أهالينا في النوبة بحقهم في الرجوع جار النيل، إلا إنها الحقيقة مش لأهل النوبة بس، لكن هي كمان خاصة بتطوير وتنمية كل المحافظات الحدودية، سيناء، مطروح، أسوان، حتى الصعيد اللي هو مهمش واللي هو مش محافظة حدودية موجود يعني في إطار المادة 236، لأنه محتاج تنمية شاملة وأولوية رعاية. نص المادة زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة بتقول: تكفل للدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، دستور 2014، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. هي دي يا سادة الحقيقة يعني المادة الأهالينا في النوبة اللي طلبوا الحكومة بتنفيذها، بس مش واخدين بالهم إن جزء منها بيقول وفقا لرؤية الحكومة ووفقا للقانون ووفقا لخطة الحكومة في الاستثمار، مش خطة أهل النوبة. يعني ما تنفعش حضرتك تقف بقلب يافطة في الشارع وتقطع الطريق وتقول لي أرض النوبة ليست للبيع وليس لها ورثة غير النوبيين. يعني أنا ينفع أروح دمنهور دلوقتي وأخد حتة أرض وأقطع الطريق وأقول دمنهور للدمهرة وليست للبيع؟ ده بمنطق إيه ده؟ ده بمنطق وضع اليد ولا بمنطق مين؟ مصر دولة يا سادة، بلاش الحقيقة يعني نتلاعب بالألفاظ مع الدستور وبمنطق ولا تقربوا الصلاة، فتكون المطالبة مثلا من أهالي النوبة ب 12,000 فدان لتوزيعهم على أهالي النوبة من دون كل أهالي أسوان، اللي النوبيين مثلا لا يمثلوا فيهم أكتر من 8-9% من سكان أسوان، وبقيتهم الحقيقة قبائل تانية. الحقيقة صورة أو مشهد بالنسبة لي لا يعبر عن أهل النوبة اللي أنا أعرفهم، صورة بالنسبة لي بتخليني أزعل، بتقول إن التمييز مرفوض وفرض الرأي بالقوة مرفوض والإحساس بالمظلومية برضو مرفوض. إحنا الدولة مفترض إنها تكون واعية لحقوق ولادها، وده اللي حصل في القرار 444 لسنة 2010 واللي تم الإعلان عنه في 2014. والحقيقة اللي برضو المحتجين يوم السبت كانوا بيطالبوا بإلغائه، معرفش ليه. القرار ده تم اتخاذه سنة 2010 وكان بينص على حق أهل النوبة في الرجوع لأراضيهم وتملكها فقط في غرب النيل، يعني الناحية الشمال من النيل، غرب النيل. ليه؟ لأن شرق النيل في وادي العلائي الغني بالذهب والثروات المعدنية ومناطق أسطل وأدندان اللي هي المنفذ النهري المتواجد على خط عرض 22، يعني لازم يخضع لاستثمارات دولة ورؤيتها وحمايتها وأمنها القومي. ومن حقكم يكون لكم في أسوان كلكم مش أهل النوبة بس أولوية التشغيل في المناطق دي، لكن إنكم تطالبوا بإلغاء القرار يبقى مش صح، يبقى في حاجة غلط. الصورة الكاملة بتقول: إياك تنسى يا مصري إن حلم التفتيت الغربي وانتزاع النوبة زي انتزاع سينا، زي حلايب وشلاتين، زي ناحية الغرب في حدودنا مع ليبيا، الحقيقة جذورها لعبة صهيون القديمة المتجددة. إياك تكون سلاح عدوك. الصورة الكاملة بتقول: النوبة مصرية، أهاليها مواطنين مصريين، حقهم يتسمع صوتهم وواجبهم يحموا بلادهم. النوبة ما ينفعش تبقى شوكة في ظهر مصر. النوبة ما ينفعش يقفوا ويقطعوا طريق ويقولوا عايزين 12,000 فدان. الحقيقة يعني ما عنديش كلام أقوله دلوقتي بعد ما قلنا الصورة كاملة غير سيرين نوي هوميندو، يعني مساء الخير يا طيبين باللغة النوبية، اللي هي كانت شفرة رسائل حرب أكتوبر في 73. ما تنسوش تاريخكم وما تنسوش أرضكم، وإياكم حد يدخل ما بينكم، ومن فضل الإعلام إن لم تفهم الصورة كاملة فلتصمت.
إن لم تفهم الصورة كاملة فلتصمت. ومن فضل الحكومة محتاجين تسويق حقيقي لما يتم اتخاذه من قرارات، من حق الناس تفهم علشان ما توقفش تقطع الطريق. النوبة. موقنون أنهم أصل الحضارة المصرية القديمة، فخورون بانتمائهم لملوك وملكات الفراعنة، يلقوك بابتسامة كاملة الاستدارة تزينها أسنان بيضاء تبرز سمرة بشرتهم، يتحدثون بعيون تملأها الطيبة عن أرضهم المصرية وعشقهم لنيل لا يرون بديلا له. يأخذك الحديث عن النوبة للغوص في تاريخها القديم، فتعرف أنها كانت بلادا تمتد من أسوان في الشمال حتى تصل لمدينة الدبة الواقعة بالقرب من الجندل الرابع داخل السودان، وهي المنطقة التي أسمتها الكتابات المصرية القديمة باسم تاستي وتعني أرض القوس، وهو السلاح الذي برع في استخدامه أهل النوبة القدماء. كانت واوت هي بلاد النوبة السفلى القابعة في الأرض المصرية، بينما أطلق على الجزء الجنوبي منها في السودان اسم كوش. كانت بلاد النوبة حلقة الوصل بين الشمال والجنوب عبر نهر النيل، ولذا اكتسبت منذ القدم أهمية بالغة من الناحيتين العسكرية والتجارية بشكل جعلها على صلة بمختلف الحضارات والأجناس. وتعود آثار النوبيين في جنوب مصر إلى أكثر من 10,000 سنة، حيث وجدت آثار في وادي حلفة بمنطقة خور موسى تشير لاعتماد الإنسان النوبي على الصيد وجمع الثمار وصيد الأسماك، إلى جانب آثار أخرى في منطقة خور بهان بشرق أسوان تدل على احتراف النوبيين للزراعة. وفي سنوات لاحقة كان نزوح جماعات من النوبيين إلى منطقة الشلال الثاني ليحترفوا الزراعة البدائية. ويقول الدكتور جمال حمدان في كتابه الرائع وصف مصر أن النوبي كان أول إنسان زرع ورعى الماشية منذ أقدم الحضارات، ساعده في ذلك ترسب التربة الطينية الصالحة للزراعة على جوانب النيل مع قدوم الفيضان، مما جعل الأراضي النوبية حول شريان النيل. كانت فكرة الدولة المصرية الموحدة قد بدأت في التجسيد على أرض الواقع، ليكون توحيد الشمال والجنوب في كيان واحد يضمن طريق التجارة عبر إفريقيا ويؤمن الحدود الجنوبية لمصر. ولذا وبحلول العام 2900 قبل الميلاد كانت النوبة بأكملها مصرية، ولكن في عام 1700 قبل الميلاد نجحت مملكة كرمة التي كانت في شمال السودان عند الحدود مع مصر في ضم النوبة المصرية لها، وهو ما استمر حتى العام 1550 قبل الميلاد حينما تولى الملك أحمس حكم مصر وطرد الهكسوس، كما أسس الأسرة 18 لتعود سيطرة المصريين على أرض النوبة في الجنوب المصري. يقول الكاتب أنيس منصور النوبة هي أصل الحضارة الفرعونية، حتى أن ملوكنا وملكاتنا الجميلات المحدقات نوبيات فيما عدا نفرتيتي التي يقال أنها من أصول غير مصرية، أما حتشبسوت ونفرتاري وتيتي حماة إخناتون وغيرهن فمن النوبة. وهكذا عاشت النوبة في قلب مصر تدين بديانتها منذ عهد الفراعنة، وتحكم بحكامها ويسري عليها ما يسري على المصريين. تاريخ ودي الحكاية. مصريين تبتوا في بلادكم، أبوس إيديكم. عزيزي المواطن أيا كان موقعك، جنابك مسؤول، تبقى وزير، تبقى رئيس وزارة، تبقى ساكن الصعيد، تبقى ساكن أسوان، مصر أمانة وضميرك أساس. ماسكا جرو، يعني سلام عليكم بالنوبي. نكمل بعد الفاصل. ماسكا جرو.
من أنت؟ صبرك عندما لا تملك شيئا، وأفعالك عندما تملك كل شيء. قناة الناس، ما ينفع الناس. لما أكبر هقدر أعمل أي حاجة بنفسي، هقدر أمشي سكتي وخطوتي تكبر معايا. العالم مش واقف، العالم بيتحرك والأفكار كمان بتتغير أياً كان اتجاه التغيير. من بين التغييرات اللي لازم تقف عندها قرار خبر زي الخبر ده بيعكس رد فعل روسيا على ما تبناه البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء أول امبارح بخصوص مواجهة وسائل الإعلام الروسية ووصفه لوكالة سبوتنيك للأخبار وقناة RT الروسيتين بأنهم الأكثر خطورة، وبيمثلوا دعاية مضادة بدأت تأثر على فكر دول البرلمان الأوروبي لبس الشقاق ما بين الدول الأعضاء في البرلمان، وده بيمثل تهديد إعلامي للاتحاد الأوروبي. طالب القرار في البرلمان الأوروبي بتخصيص دعم مالي أكبر لوسائل إعلام غربية زي اليورو نيوز مثلا وموقع إيو أوبزيرفر لمواجهة الإعلام الروسي، لأنه الحقيقة اعتبروا في البرلمان الأوروبي أن مواجهة روسيا ما تقلش يعني قوة وأهمية عن مواجهة داعش. القرار اللي بيعكس مفهوم أن الأمن يأتي قبل الحريات اللي بيتكلموا طول النهار عليها في أوروبا والدول المتقدمة، صوت لصالحه 304 نائب وعرضه 197 نائب وامتنع عن التصويت له 208. وهكذا يا سادة الحقيقة نقول ونكرر، الإعلام ليس رفاهية في زمن حروب الجيل الرابع والخامس، الإعلام سلاح، وإياك تخوض حرب من غير سلاح. والإعلام الحقيقي هو الإعلام اللي يدي الحصانة ضد كل هجمات التضليل بالوعي وتشكيله والمعلومة الحقيقية الهادفة للتنوير والتنمية والارتقاء بسلوك الإنسان وتفكيره. الإعلام الحقيقي سلاح مهم فتاك ضد تجار الإعلام ووكلاء كل أجهزة المخابرات في العالم. بمعنى أنت لما تبص على قناة RT الروسية، هي سلاح في إيد المخابرات الروسية بتنقل وجهة نظرها وبتنقل نظر الدولة الروسية. كذلك BBC سلاح في إيد بريطانيا ومخابراتها ولو ادعوا الحياد. الدوتش فيلا الألمانية سلاح ممول في إيد مخابرات ألمانيا. قناة الحرة وراديو سوا بيتبعوا CIA والجزيرة الحقيقة اللي بتخدم أهداف أسيادها اللي بره واللي جوه. صوت العرب في وقت من الأوقات في مصر لما الدولة كانت مدركة أهمية الإعلام كان سلاح مصري في توصيل الأفكار المصرية ونشرها في دول العالم العربي كله، حتى الإذاعات الموجهة لأفريقيا اللي عملناها في الستينيات. إحنا كنا مدركين، إحنا كمان كنا سابقين، لكن للأسف تراجع الاهتمام بأهمية الإعلام ودوره وتأثيره. يبقى إيه اللي محتاجينه؟ محتاجين وقفة مع كل فوضى الإعلام في بلادي على كل المستويات. بالمناسبة ما ينفعش نخوض حرب وإحنا من غير سلاح حقيقي. لو عايزين رقي وأخلاق يبقى محتاجين إعلام دولة، عايزين تنمية ونشر ثقافة وسلوكيات عمل وتفكير ناقد يبقى محتاجين إعلام دولة، لو عايزين وعي فاهم يقدر يواجه الإشاعات والتضليل يبقى محتاجين إعلام دولة ومش إعلام حكومة من فضلكم، مش إعلام أرزقية ولا إعلام صوت عالي تغيب فيه الفكرة والمنطق والحقيقة ويسود فيه الجهل والتغييب والصوت العالي والإسفاف. مرة تانية الحقيقة لازم تقول إعلام دولة يفرق كتير جدا ويختلف كتير جدا عن إعلام الحكومة. إعلام الحكومة هو بينقل وجهة نظر الجهاز التنفيذي في الدولة، لكن إعلام الدولة بينقل كل رؤى الدولة في السياسة والثقافة والإعلام والفن والرياضة وحتى كمان أفكار الدولة المستقبلية وعلاقتها بدول تانية وردها واستباقها لكل حاجة ممكن الحقيقة تضر أمنها. من البرلمان الأوروبي وروسيا نروح لفرنسا اللي فيها اليومين دول التمهيد لانتخابات الرئاسة في 2017. فرنسا اترشح في انتخاباتها 2 من رؤساء الحكومة الفرنسية السابقين، الأول هو فرانسوا فيون والتاني هو ألان جوبي.
تمهيدا للدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليمين الوسط اللي هتجري أو هتجرى بعد أسبوع، وهيتحدد فيها مرشح التيار للانتخابات الرئاسية 2017. في الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين الوسط أو لحزب اليمين الوسط في فرنسا، تصدر رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيو النتائج بنسبة 40%، وخسر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، والحقيقة ما أخدش أكتر من 20%، وأعلن انسحابه النهائي من الحياة السياسية. يمكن ما تهتمش كتير قوي بشخصية الفايز في الدول الغربية وأمريكا بنفس منطق هيلاري ولا ترامب، بمعنى ان لفوز هيلاري كان بيمثل خطورة اكتر من فوز ترامب، ولا فوز ترامب بيمثل فرصة اكبر من فرصة هيلاري كعرب على الاقل او كمصريين، لان دي دول مؤسسات بتتحدد الخطط والرؤى فيها من سنين، ويتحط بدائل ما بتتغيرش بتغير الاشخاص. لكن ما ننكرش ان لكل واحد من المنفذين التاتش بتاعه، يعني لمساته الخاصة بيه هو. ده بقى اللي الحقيقة بيخليني أقف قصاد تصريحات فرانسوا فيون مرشح الرئاسة الفرنسي عن حزب اليمين الوسط، واللي متفوق حتى هذه اللحظة في كل الاستطلاعات، وبيتكلم فيها عن تيارات تجار الدين في العالم العربي ومنهم الإخوان. نشوف التصريح ونرجع نكمل كلامنا، بس ركز قوي في تصريحات فيون لأنها مش كلها حلوة ومش كلها وحشة. فيون: Disons les choses, l'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Je ne le laisserai pas faire. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, mais aussi des frères musulmans. Comment comprendre qu'en Égypte, on inscrive les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes et qu'ils soient accueillis à bras ouverts dans notre pays. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui abritent les penseurs de l'islam radical. Moi, je ne parle pas de lutte contre les communautarismes, pour ne pas avoir à nommer le problème que nous avons avec l'islam radical. هي تصريحات فيون عن علاقة مستقبل فرنسا بالإسلام عموما وبالتيارات المتاجرة بالدين لمصالح سياسية زي الإخوان لازم تتاخد في سياق أكتر من نقطة. النقطة الأولانية هو صعود التيار اليميني المحافظ في الغرب عموما في السنين اللي فاتت، واللي الحقيقة بيتهم سياسات بلاده إنها مش بس السبب في انتشار تيارات التطرف اللي رفع راية الإسلام زورا، لكن كمان هو نفسه اليمين المتطرف اللي له موقف معادي من الإسلام عموما. يعني فيون على سبيل المثال صدر له كتاب من كام شهر في فرنسا تحت عنوان الشمولية الإسلامية، اتكلم فيها عن خطورة الدين الإسلامي على القيم الغربية والمسيحية، ودعا فيها للوقوف والتصدي له بكل صرامة. وده بالنسبة لي الحقيقة نوع من التطرف الآخر، يعني نوع من التطرف المرفوض فكريا على الأقل. ومع تصاعد الخوف العالمي من التيارات الإسلامية اللي أفرزتها سياسات الغرب الداعم للتطرف لخدمة مصالحه زي الإخوان أو السلفيين أو حتى تكوين داعش والقاعدة، هتتصاعد أصوات اليمين ضد الإسلام عموما. ولو تفتكروا ده اللي عمله ترامب لما أعلن عداءه للإخوان المسلمين، وأعلن بعد الفوز أنه حيسعى لإعلانهم جماعة إرهابية. لكن يبقى السؤال الحقيقي والجاد، هل الفكر الإسلامي بقى في عالمنا العربي مستعد لطرح رؤية تفتح نقاش حقيقي حوالين القضايا المصيرية اللي بتواجه البشرية، وبتخلي سياسيين الغرب في حالة وفاق وتمويل دائم لتيارات العنف اللي رفع شعار الإسلام للتخريب مقدرات وعقول المنطقة، في نفس الوقت اللي بيرفعوا فيه راية العنف ضد الإسلام؟
هل احنا مدركين للصورة اللي فيها حالة من الفصام؟ هل احنا مدركين ان الغرب بيدعم الفكر المتطرف والمسلح علشان يعني يسهل اتهام الاسلام والمسلمين بالعنف والتخلف والارهاب؟ ده سؤال مثلا تشرحه الجلسة اللي هنعرضها لحضراتكم دلوقتي، وكانت في مطلع نوفمبر الجاري في مجلس الشيوخ الامريكي مع مايكل موريل نائب رئيس المخابرات الامريكية الاسبق، وروبرت فورد السفير السابق لامريكا في سوريا، واللي لعب دور خطير للغاية في احلال الفوضى في سوريا ونشر كل ملامح الخيبة اللي بنتابعها دلوقتي على الأرض السورية الحبيبة، وكان مرشح لتولي منصب سفير أمريكا في القاهرة بعد آن باترسون ما رحلت في 30 يونيو 2013. الحقيقة هل المجتمع العربي عنده يعني القدرة دي ان هو يسمع جلسة زي دي كان فيها أسئلة واضحة وصريحة عن علاقة الوهابية بالتطرف وعلاقة السعودية بالوهابية؟ هل احنا قادرين على ده ولا برضو هنحط رسنا في الرملة؟ أرجوكوا ركزوا في الاستماع لهذا التقرير لأنه مهم للغاية. You've used the term global jihadist movement and thus identified the global jihadist movement as the focus of America's fight against terrorism. Isn't it a fact that the global jihadist movement is very closely linked to the teachings of Wahhabism? Yes or no? Yeah, I would say they draw inspiration in a perverted sense, but yes, I would say, and Robert may want to elaborate on that, the two big global jihadists are Al-Qaeda and ISIL. And they draw their inspiration from the Wahhabi strain of Islam, isn't that correct? Yes. And the Wahhabism is a 18th century offshoot of Sunni Islam, which began in the land that has come to be known as Saudi Arabia, isn't that correct? Yes. And Wahhabism seeks to purify Islam by getting rid of a number of human behaviors and practices that it considers to be sins against Allah, correct? Correct. And Wahhabism is a strict, fundamentalist, highly intolerant strain of Islam, correct? Yeah. Correct? And now, isn't it a fact that the Saudi ruling monarchy derives its legitimacy by reliance on the ideology of Wahhabism? You wanna? The Saudis are riding a tiger. The Saudis are riding a tiger. So if you will answer, and then what I'm saying, Congressman, isn't it a fact? No, I wouldn't put it that way. I would say it's not a fact that they depend solely on Wahhabism for their legitimacy. They derive legitimacy from a variety of things. One of them is Wahhabism, but it is not the only one. Well. Is it fair to say that Wahhabism is the state-sponsored religion of Saudi Arabia? Yes. The Saudi government sanctions Wahhabi imams in their major mosques. Well, as a matter of fact, the Saudi monarchy promotes Wahhabism through official state-sponsored mosques and through religious schools known as madrasas all over the world, isn't that correct? Yes. And isn't it true that the Saudi government promotes Wahhabism throughout the world based on its oil and gas revenue? Absolutely, the government's revenues, directly or indirectly, help the proselytizing that you mentioned. And the Wahhabism ideology lines up with the ideology of ISIL. Isn't that correct? I would say no. For example, the Wahhabis in Saudi Arabia, the official ones, do not kill Shia.
they persecute them. They do not have equal rights. They do not have equal rights, but they don't kill them. However, a Shia in Mosul or a Shia in Raqqa is liable to be killed. Well, yeah, but it's true, though, that the ideology of ISIL lines up with Wahhabism. I would say it's a starting point, and then the Islamic State has taken it several steps farther. Yes. And is it fair to say that Saudi support for the teachings of Wahhabism create fertile ground for ISIL recruitment efforts? I think Saudi promotion of Wahhabism is absolutely a problem in terms of Islamic State recruitment. And so we will be unable to defeat the global jihadist movement, which is based on largely Wahhabism, which is a state-sponsored religion of Saudi Arabia, without somehow enlisting the support of the Saudi royal family in withdrawing its financial support for Wahhabism. Is that a fair assessment? So in this, in the discussion we had earlier about dealing with radicalization in the first place, that's what, this is what you're talking about, right? I think Saudi Arabia is a center of where that needs to take place. So there needs to be a discussion with the Saudis about their support for Wahhabism and how it should be treated and how they should think about it. So absolutely right. What was the latest amount of arms that we sold to Saudi Arabia? The latest shipment, I think it was, what, $100 million worth of arms? Well, their support for the campaign in Yemen, but the arms sales that occur periodically are in the billions of dollars. مليارات الدولارات يعني احنا بس اليمن بس يعني بتاعت اليمن دي فيها 100 مليون دولار لكن في مليارات تانية صفقات تانية تقف يا طيب بقى في الفيلم عند تعليقات غريبة قوي ملهاش علاقة بالإسلام نهائي لا من بعيد ولا من قريب الوهابية فرع من الإسلام ازاي يعني ازاي الوهابية فرع من الإسلام وكمان السلفية فرع والشيعة فرع بينما الإسلام يا سادة إسلام بالقلب لله من غير فروع ولا تصنيفات صنفتوها وأساءت للإسلام أكتر ما أساء أعداؤه ليه فبقت الوهابية ملمح من الإسلام المتشدد مش الوهابية هي اللي متشددة والوهابية نفسها دين مش الإسلام هو اللي دين وبعدين نوصل لمرحلة إن أمريكا مش هتقدر تهزم داعش غير لما توقف السعودية الدعم للوهابية وكلام عن السلاح اللي بيتباع للسعودية بمليارات وآخر صفقاته لدعمها في حرب اليمن ده وضعنا الحالي ده جزء من مناقشات بتدور في الخارج وأكيد المخفي أكبر لكن اللي يهمني إمتى ندرك إننا في أزمة فكر تصيب مجتمعاتنا بالفقر المادي والمعنوي وللأسف تجد من يروج ليها تحت اسم الدين فيعني تسيب كل من هب ودب يشوه في الدين بينما الإسلام أرقى وأسمى وقبل ما نخرج فاصل مرة تانية حقيقة عايز أقول لحضراتكم يعني وقبل ما نعرض تقرير مهم تاني بس أرجوكم ركزوا مع التقرير اللي اتعرض من شوية ده وفكروا فيه بهدوء بيساء استخدام الإسلام وبتتصدر تعبيرات لا علاقة لها بالإسلام زي الوهابية والسلفية والإخوان المسلمين حتى فيون المرشح الرئاسي في فرنسا اللي بيقول إن إزاي مصر تعلن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وإحنا نفتح ليهم الأبواب في فرنسا يجب إعلانهم هم كمان يعني جماعة إرهابية لا يعنيني الجزئية دي على الإطلاق لأن الغرب هو من دعم الإخوان المسلمين هو من دعم داعش هو من دعم القاعدة هو من دعم الوهابية بالمناسبة وسمح ليها بإنشاء المدارس والانطلاق في كل دول العالم دلوقتي بيقول إن الوهابية هي بذور القاعدة وداعش الجزئية الأهم من كده جزئية تانية إن نفس الغرب ده اللي بيناقش في مجلس الشيوخ ده الوهابية وعلاقتها بالسعودية وعلاقتها بداعش وتأثيرها على التطرف هو نفس الغرب اللي سامح للسعودية وقطر بتمويل داعش والجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة في قلب سوريا قبل ما نخرج فاصل
تاني للمرة الرابعة يمكن أو الثالثة بنعيد تقرير الـ CNN عن إعلام داعش وإزاي بيجند ولادنا على الإنترنت أو العالم كله. إشارة للرسالة اللي وصلت لنا الأسبوع اللي فات وقريناها مع حضراتكم من أحد المشاهدين اللي فجأة لقى ابنه متهم بالانتماء لداعش على الفيسبوك ومساعدتهم على الإنترنت. أرجوكم خلوا بالكم من ولادكم، أرجوكم تابعوهم، أرجوكم خدوا بالكم من الفيلم ده. السؤال: ما هي الحلوى المفضلة؟ الإجابة: المثلجات على فطيرة تفاح ساخنة. كيف تعتني بلحيتك؟ بالشامبو والزيوت المعطرة والمشط. هل وقعت في الحب في اليوم الذي أسلمت فيه؟ هذه بعض الأسئلة التي ينشرها مجندون مزعومون لدى داعش على موقع Ask FM الذي يحظى بشعبية بين المراهقين وبعناوين مثيرة للفضول وفي متناول الجماهير مثل هذا العنوان: أنا مثلك فقط. لا يمكن للCNN التحقق بشكل مستقل من هوية هذا الرجل، لكن المحلل في شؤون الإرهاب مبين شيخ يؤكد أنه شخص يعمل على تجنيد المقاتلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إنه مجند يضع نفسه هناك ليتصيد لطفل ما يحاول البحث عن شيء ما، وما إذا كان بإمكانه الاستفادة من هذه المغامرة الجهادية قليلا. شيخ مجند سابق لدى طالبان قبل أن ينشق لاحقا للعمل مع دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية، وعلى مدى السنوات الماضية قام بتعقب تكتيكات داعش على الشبكات الاجتماعية الغربية والتي تدار من قبل مجموعة متنوعة من المجندين، كما جمع صورا من موقع انستغرام مثل هذه الصورة قبل أن تتم إزالتها، حيث شبهت قتال داعش بلعبة فيديو تدعى Call of Duty، وكذلك ملصقات دعائية تظهر مختلف الأسلحة الثقيلة وتغريدات أخرى تحث على الجهاد، ومنشورات يظهرون فيها كرجال عاديين يمارسون ألعاب الإكس بوكس، وهنا صورة لوجبة العشاء التي يتناولونها، وهنا أيضا قراء فضوليون يسألون على موقع Ask FM عن طبيعة الحياة الزوجية داخل تنظيم داعش، وما إذا كان المقاتلون سيحظون بمنزل أم يأخذون الأموال. الجواب: $700 لكل زوجة. آخر يسأل ما إذا كان يمكنه الانضمام حتى لو لم يكن يتكلم اللغة العربية. في بعض تلك الإجابات يمكنك رؤية أسماء مستخدمين من موقع كيك لتشجيعهم على المراسلة عبر تطبيقات خاصة، وبينما تستمر العملية بعض المستخدمين يتم توجيههم إلى مواقع أكثر أمنا مثل هذا الموقع الجهادي المحمي بكلمة مرور. وفي تصريح لشبكتنا يقول موقع Ask FM إنه يركز على القدرة على فهم وصيد تهديدات محددة. الشركة تقول إنها تقوم بإزالة الحسابات الهادفة إلى تجنيد الشباب، بينما يقول إنستغرام إنه لا يسمح للجماعات الإرهابية مثل داعش بالترويج على الموقع. لكن الشيخ الذي لطالما رصد أنشطة الإرهاب على مدى عامين يقول إن العالم الغربي يحاول تدارك الأمر. التجنيد مستمر منذ فترة طويلة وسوف يتراجع، ولكن قد يتأخر كثيرا لأن الأفراد هم بالفعل هناك الآن وهم جزء من الجماعة وجزء من التهديد، كما يهللون لعودة التهديد. يا رب احمي أولادنا وأهلينا ونور عقولنا كلنا بنور البصيرة والمعنى الحقيقي لعلاقة سامية بالله، رقية بالخالق، ملهمة على قد ما بذلنا من مجهود لفهم المعنى الحقيقي للتدين. التدين مش بالشكل ده، ولا هو الحقيقة له علاقة بوهابية ولا سلفية ولا إخوان. الإسلام هو الإسلام، إسلام القلب. تحياتي، ونكمل بعد الفاصل. ويفضل كلامنا طول الوقت عن إنجازك في الحياة، قوتك الحقيقية، رؤيتك لكل حاجة بتضيع فيها الحقيقة وقتك ومجهودك وفكرك وفلوسك. وعلشان كده وفقا لكلامنا قبل الفاصل يبقى العقل والفهم والمعرفة هي القوة الحقيقية للبني آدم في الحياة. أيوة، عقلك تاني هو سلاحك ضد التطرف والفقر والجهل. عقلك هو سلاحك في وقت بتتوه فيه الخطاوي وتتلخبط الإشارات والأهداف وتختلط المصالح. وعقلك سلاح جاهز متشحم متزبط متزيت متأمن بالمعرفة والعلم والقدرة على فهم الأمور وتحليلها ونقدها والخروج منها بنتيجة. المعرفة يا سادة هي القوة الحقيقية في الحياة. المعرفة هي القوة الحقيقية في الحياة. اوعى تفرط في قوتك المعرفة. Stop being this high school dropout. Stop giving up. Stop sleeping on the street. Stop walking up and down Finkel Avenue like you ain't got nothing. And get your GED. Stop being afraid to take a test.
Stop being afraid to go to college because your daddy didn't go and your mama didn't go. I don't do well in math. You're right. You ain't never studied. I'm not good in writing because you have never written before. You can't get through a writing class and you got tutor after tutor, resource after resource. The problem is you ain't never felt no pain before. You're soft. It's a soft generation. You quit on everything. You have to give it everything you got. No more TV, no more parties, no more playing. If you have a 4.0, what you need to be doing is study. You a sophomore. You like, I'm just a sophomore. Or I'm just a freshman. Like, I got time, you know, to put it in another year. But you don't realize this, that the opportunity that you need is in your sophomore year. It's not in your senior year. Listen to me. You're running out of time. The next time you give a low effort, right? You give it 70% or 50%. You're thinking about when your effort is low. And you're probably thinking, I got to versus I get to. Listen to me. If your effort is low, you're probably not thinking about the opportunity. You're probably thinking about the obligation. Because success is allergic to average. Are you hearing what I'm telling you? Success and average don't have nothing to do with each other. So you can't say you want to be successful. You can't say there's certain dreams and goals, there are things you want to have and things you want to be if you are still average. You got to get to the point where you get allergic to average. You don't think average. You don't perform average. Success and average have absolutely nothing to do with each other. That's what I'm telling you. Your teacher can't stand average. Nobody really likes average. And the problem with a lot of you is you're not allergic to average, all right? You gotta do me a huge favor, man. You lying to yourself. On one point, you said you wanna be great. You wanna do great things. You wanna have greatness. You wanna be great. Listen to it, but on the other hand, for real, you comfortable with average. You cannot be average any longer. Why? Because average attracts average. I'm telling you to be great, because when you're great, you attract great. When you're average, you attract average. So I need you to do me a favor. I need you to get off average, right? I need you to get off average. You ain't got to rely on nobody to get off average but you. I don't care what nobody else in your family is doing. I don't care what your teacher is doing. I don't care what's going on in your school, what kind of school you have, what kind of job you have. Just because the people are average around you don't mean you got to be average. You either here or you're there. There's no middle ground. And so what I'm telling you is that you can't count the cost. When you want something bad, you can't count the cost. Because if you count the cost and you see how much it costs, you might quit. You might give up. So you got to go in knowing that I don't count the cost. I do as many push-ups as it takes, as many sit-ups as it takes, as many reps as it takes. I study as long as it takes. I pay whatever the price is. Why? Because if I start counting the cost, I might quit. I might give up. I might surrender. Don't count the cost. You don't count the cost on this one. You don't count the cost on this one. You don't count the cost on this one. You just do what you got to do on this one. And then you look back when it's all over and you see the rewards. You look back and you see the accomplishments. You don't count it. You just look back and you see that you succeeded. Everybody got a dream. Everybody got a goal. What's the gap? If everybody got one, if everybody wake up at the beginning of the year and said this is their year, then why is it some people year and not other people year? You know why? I said it before. It don't got nothing to do with your dreams and goals. Everybody got a dream. Everybody got a goal. The question is, when you wake up in the morning, what effort are you putting forth? Everybody with a dream and a goal ain't giving 120. And some people might be giving it on Monday, but they ain't giving it on Tuesday. And some people giving it 127 days of the week, 365 days. I want you to work on your mind. For real, education is the most important thing in your life. I didn't say degrees. I'm not just talking about going to school and get a degree. I'm talking about getting knowledge. Knowledge is power. Information changes situations. هو بقى ده مسك الختام اللي حضراتكم شفتوه في نهاية التقرير ده. المعرفة مش هي الدراسة،
الدراسة مش هي الشهادة. بمعنى ان حضرتك الشهادة اللي بتاخدها ستة ابتدائي وتالتة اعدادي وتالتة ثانوي والجامعة مش هي دي المعرفة، ده دي الوسيلة اللي انت الحقيقة بتأكد بيها للمجتمع ولأي يعني سوق شغل انك انت قادر على العمل معاهم في تخصصك. لكن المعرفة حاجة مختلفة تانية، والدراسة تستمر الى ما لا نهاية لحد الحياة ما تنتهي. الفيلم ده ياريت ولادنا يتفرجوا عليه، ياريت احنا كمان نتعلم منه. انا طول الوقت اقول لنفسي، اقول انا قادر على ان انا اتعلم حاجة جديدة كل يوم، ادرس حاجة جديدة كل يوم، افهم حاجة جديدة كل يوم، ويفضل العقل ثم العقل ثم العقل. ورغم كل الكلام الحلو ده بتاع المعرفة والقوة وعلاقتها بتحقيق الهدف والنجاح وتحديد شكل المستقبل، تحزن لما تتفرج على تقرير تاني عن انفاق العالم العربي على ألعاب الفيديو جيم اللي عملته قناة الأخبار الأمريكية CNBC وعملته بالعربي. التقرير بيقول الحقيقة ان احنا بنصرف فلوس كتير قوي، ملايين. تسأل نفسك يا ترى حالنا هيتغير قد ايه لو صرفنا الفلوس دي على تطوير تعليم او تدريب ايد عاملة او تطوير مكتبات ونشر ثقافة القراءة. اتفرج علشان تبقى عارف، ملايين يا صاحبي بتتصرف على الهوا، وترجع تلاقي ناس زي كده بتسأل اين عقلي. المتعة مش عيب إطلاقا ولا حرام ولا مضيعة للوقت. المتعة دي يعني ترويح، بس منطقة بحالنا وظروفنا لما تصرف الملايين ديت على ألعاب الفيديو بينما فيها أمية بلغت 96 مليون يعني نسمة، وفيها معدلات فقر تتخطى 30% وبطالة بتوصل في بعض البلاد ل 20 و25 و30%، يبقى هو ده الخلل بعينه. محتاجين وقفة حاسمة جادة مع نفسنا ومع الحياة، علشان المسؤولية الحقيقة مش بس مسؤولية دول، محتاجة تحط رؤية عامة، تحط الكتالوج يحدد شكل المنتج البشري للبني آدم في دول المنطقة في الأيام الجاية. أخلاقه، صفاته المهارية، أسلوب تفكيره، ثقافته العمل، العطاء، النقد الهادف للتطوير مش للهدم. محتاجين كتير علشان نقدر نطور حياتنا، ما نبقاش بنصرف الملايين ديت، ملايين الدولارات بالمناسبة، علشان ألعاب فيديو جيم معناها إن الناس دي قاعدة فاضية. يعني لما الإمارات تبقى رقم 2 وبتصرف الحقيقة 200 مليون وكسور بعد الحقيقة، وتبقى السعودية رقم 1 ب 500 مليون دولار، دي ناس قاعدة فاضية، دي ناس مش لاقي حاجة تعملها، دي ناس بتصرف كمان ما تعرفش تصرف فلوسها فين. محتاج الحقيقة كلنا إن احنا نغير طريقة تفكيرنا، نحترم العقل والكفاءة ونعليها على قيم المصلحة والقرابة والعلاقات، فنبقى كل يوم في كشف، كل يوم في انطلاقة جديدة. العلم يا سادة، المعرفة قوة. تحياتي لحضراتكم، أرجوكم عقلكم سلاحكم، عقلكم في اللحظة اللي احنا فيها دي هو أهم سلاح، خلوه كبير، خلوه واعي بالعلم والمعرفة. تحياتي، ونتقابل بكرة على خير إن شاء الله.